السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرتين متفرج على قناة بن أريبيا. ونشوف مع بعض لغة سهلة جدا اسمها سكراتش، بتخليك تفهم البرمجة من غير ما تقعد تكتب أكواد. فعلى سبيل المثال دلوقتي احنا هنشوف ازاي تخلي الشخصيتين يبقوا موجودين ويبدأوا يتحاوروا مع بعض. طيب لو انت عايز تضيف شخصية أخرى هتيجي هنا وتقول له أنا عايز شخصية أخرى، وتبدأ تختار بقى. وليكن مثلا حيوان زي دوت، حيوان زي دوت، زي ما انت عايز تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه اهو، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. عايز بقى تخليه مثلا بالشكل دوت، بالشكل ده، تبدأ تلفه وتقدر تعمل له زي ما انت عايز، تغير في السايز بتاعه تشوفه او متشوفوش، تخلي ده مثلا يبقى واقف هنا وده واقف هنا. طيب عايز ده مثلا يتكلم، هتيجي هنا وتقول له انا عايز احط الحاجات الخاصة بيه. هتقول له مثلا الفنت، تقول له مثلا لما ادوس على العلامه ديت تبدا انت تتكلم وتقول مثلا ممكن تخليه مثلا يتحرك مثلا بالشكل دوت، يبدا يعمل روتيت مثلا لوكس، ممكن يقول لك مثلا كلمه هلو مثلا تبدا تظهر هنا. طيب والقط دوت هقول له ممكن لما ادوس هنا او لما ادوس سبيس تمام هو يبدأ يعمل ايه، هو مثلا يكتب يقول كلمة هلو يرد عليه، والتاني مثلا يقول كلمة، ويبدأوا يتحاوروا مع بعض بالشكل دوت. ولو انت عايز ترسم انت شخصية تيجي هنا في كاستم وتبدأ تقول له انا عايز اضيف شخصية تانية، وتختار شخصية من الشخصيات وتعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر ترسم اللي انت عايزه، تقدر تكتب عليها اللي انت عايزها زي ما انت حابب. طيب خلينا مثلا اجي هنا تمام، اغيرنا خلينا ده بس اهو. لما تيجي تدوس ده هيقول هلو، ولما تدوس مسطرة هيبدأ يقول لك هلو، او ممكن تربطها بوقت. يعني هو يبدأ الايفنت دوت لما يعدي مثلا 5 ثواني، تقول له هنا انا عايز ويت لمدة 5 ثواني. اعمل كأنك انت مثلا بتفكر تمام. ممكن تقول له أنا عايز أغير الحجم بتاعي لكام في المية، ل10% مثلا. ممكن أضيف صوت معين، صوت بط أهوت. ممكن تبدأ تقول له ويت لعدد معين من الثواني، وليكن مثلا خلينا مع الشخص دوت نخليه يصبر مثلا ويت لمدة مثلا 5 ثواني. ونخلي دوت مثلا ممكن تختار الزرار اللي انت عايزه يحصل لما تدوس سبيس. لما تيجي بقى تشتغل يبدأ يفكر شوية وبعد كده يبدأ يتكلم ويدي صورته البطل. طيب وده لما تدوس مسطرة يبدأ يقول لك هلو، وبعد كده يستنى 5 ثواني قبل ما يعمل الحركة التانية. فتقدر تعمل قصة من خلال ان انت تربط حركتين ببعض بالشكل دوت.